تعيشوا وتصلوا. وحشتونا الأسبوع اللي فات ما شفناكوش. نكمل مع بعضينا دراستنا في سفر الرؤيا. عايز أراجع معاكم عشان أخليكم دايما فاكرين. احنا النهاردة وصلنا للإصحاح 11، فعايزين نشوف مع بعض احنا لسه فاكرين اللي فات ولا نسيناه، لان يهم قوي اللي يهمني قوي تبقوا فاكرين القصة كلها. سفر الرؤيا فين؟ في العهد الجديد ولا القديم؟ الجديد. طب مكانه فين؟ اخر حاجة خالص. طب واول حاجة في العهد القديم؟ التكوين. هتلاقي في سفر التكوين الخلقة والسقوط واللخبطة، وبعدين طول العهد القديم ازاي والعهد الجديد ربنا بيصلح ده. في سفر الرؤيا هتلاقي ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، ربنا صلح بقى كل اللخبطة اللي حصلت في السقوط. طيب كم إصحاح سفر الرؤيا؟ 22. سهلة دي نفتكرها. طيب سفر الرؤيا مكون من كم رؤيا؟ 7 رؤى. أولهم كنيسة على الأرض، آخرهم كنيسة في السماء، بيتدرجوا. كنيسة على الأرض كام دول؟ 7 إيه؟ 7 كنائس. كل كنيسة ليها إيه؟ ليها مشاكل وليها عيوب وليها حاجات كويسة وربنا بيحذرهم فيها. طيب الإصحاح الرؤية دي واخدة كام إصحاح؟ 3. الإصحاح الأول بيشرح إيه؟ المسيح في مجده، والإصحاح الثاني والثالث هم الـ7 إيه؟ كنائس. يبقى سهلة أوي. الرؤية الأولى واخدة إصحاح 1 و2 و3. طيب بعد كده الرؤية الثانية الأختام 7. 7 أختام بتمثل 7 أحقاب زمنية، كل حقبة بتشير لفترة معينة في الزمن من أول صعود المسيح والكرازة إلى أن يأتي مرة تانية ليدين المسكونة بالعدل. طب دي واخدة إصحاحات كام ديت؟ 4 5 6 7 8. ليه 4 و5؟ بيشرح لك المسيح في عرشه، جميلة قوي. زي ما قلت لك هو رؤية بيجيب على الأرض ويجيب في السماء. وبعد كده الإصحاحات بقى 6 7 8 فيها الـ7 إيه؟ أختام. 8 لغاية أول عدد بس. طيب يبقى الأختام 7، يبقى أختام أول لما يجي لك أختام معناها إيه؟ فترات زمنية. طب بعد كده الأبواق دي اللي احنا فيها دلوقتي هنخلصها النهاردة. الأبواق يعني تحذيره. الأبواق دي واخدة إصحاحات كام؟ 8 9 10 11، واخدة 4 إصحاحات. 8 9 10 11، 11 بنهايتها يبقى وصلنا لنص سفر الرؤية. طب الأبواق دي كم بوق؟ هما 7، متقسمين حاجتين 4 و3. الأربعة دول الفترات العادية لغاية لما يجي يتفك الشيطان من إيه؟ من سجنه. وبعدين الأبواق الثلاثة التانية في فترة الأنتي كرايست والشيطان لما يتفك من سجنه. عشان كده بيسمي الأبواق الأخيرة الويلات الثلاثة، الويل الأول والتاني والتالي. طيب بعد كده أبواق 7 هناخد بقى من الأسبوع الجاي المرأة والتنين والوحشين. المرأة بقى هنشوفها بتمثل الكنيسة، تمثل العذراء في بعض الاتجاهات بتاعتها. وبعد كده التنين ده الشيطان هنتفرج بقى عليه، وهنشوف بقى الوحشين، واحد من الارض واحد من البحر، هنشوفهم عشان هيدخل اكتر في فتره الانتي كرايست بقى. كان سفر الرؤيا بيحكي لك الدنيا كلها، بس بيعمل سكوب كتير قوي على الفتره بتاعه الانتي كرايست دي، اللي هي اول لما الشيطان يتحل منين؟ من السجن بتاعه. يبقى الكنيسة على الأرض، الأختام 7، الأبواق 7، المرأة والتنين والوحشين. أول لما نفتكر المرأة والتنين والوحشين يبقى مملكة الأنتي كرايست. ربنا هو هيحارب المملكة بتاعت المسيح، والمسيح هيوقف ضده ويثبت ولاده في كنيسته. فهيجي الضربات اللي هي الجامات 7، الجامات بقى اللي هتيجي ضد مين؟ ضد مملكة الأنتي كرايست. طيب بعد كده هيحصل ايه؟ مين اللي هينتصر في الاخر؟ المسيح طبعا. هيجي بقى في الاخر سقوط بابل اللي هي بتمثل الشر كله بتاعهم، هنشوفها، والملك الالفي. وبعد كده يظهر بقى ايه؟ المسيح فين؟ في السماء، والكنيسة في الايه؟ في السماء في الاخر. طيب احنا كنا قلنا المرة اللي فاتت ان
الابواق السبعه انتهت بالبوق اللي هو ايه هيجي فيه الحرب الاخيره، فاكرينها لما قلنا ايه الانتي كرايست هيحارب، هنشوفها تاني بالتفصيل واحنا بندرس الحاجات. هتلاقوا الكتاب بيعيد بعض حاجات بصوره تانيه، تحطها مع بعض كلها تلاقي البازل اتركبت كلها مع بعض. هناخد دلوقتي الاصحاح ال11. في الفتره الاخيره هيحتاج الكنيسه، هتحتاج الى حد يثبتها ويقول الغلط والصح، لان الدنيا هتتوه خالص زي ما حصل كده الايام اللي فاتت. اول لما حصل الغلط وحب الشيطان بس يطلع راسه كده ويبين وجهه القبيح، ايه اللي حصل؟ الكنيسه وقفت كلها، ولولا الكنيسه وقفت كانت الدنيا اتلخبطت خالص، لان الصوره اللي محطوطه ايه هي؟ اقول لكم الصوره ايه. عندي سؤال اول، شمعنا المسيحيه الديانه الوحيده التي تحارب؟ شمعنا المسيح اللي بيتحارب؟ عشان الشيطان مش عايز مملكه المسيح تقوم، عشان عارف المسيحيه هي الحقيقه كلها. علشان كده تلاقوا الشيطان، انا قلت لكم في سفر الرؤيا وبكمل لكم كمان، كل حاجه بيعملها المسيح عايز يعمل زيها بس بصوره قبيحه. فالعشاء الاخير حط الشيطان شكله متجسد، وبدل ما التلاميذ اللي حاضرين مع المسيح اللي هيكرزوا في العالم، حط الاتجاهات بتاعته، حط اشخاص عشان يقول العالم الجديد سيكون عالم يقود الشيطان، وهو ده السكة بتاعته. وابتدوا هم يتمادوا. بس على فكرة الحتة الكويسة فيها ان الدنيا شافت الوجه القبيح اللي كانوا ينادوا له احنا غلابة واحنا لا، دول مش غلابة، دول لما تجيلهم الفرصة انه يظهروا وهيقفوا هيقفوا، مش هيهمهم اي حد، بدليل ان في هذه الافتتاحية يقفوا ويطلعوا لسانهم للعالم كله، ما يهمهمش. مناظر، لو انت ركزت، وانا مش عايز احكي بقى كتير، لو انت ركزت الاتجاهات الكبيرة اللي موجودة فيها الشذوذ بكامل انواعه، هتلاقوا كمان في لقطة اللي فيكم خد باله منها واللي فيكم ما خدش باله منها، في طفلة صغيرة بترقص مع واحد. طفلة الصغيرة والواحد ده الاتجاه الجديد اللي هم بينادوا عليه، انا قلت لكم عليه قبل كده، ان هم ابتدوا في مجموعة نادي اللي هم المنحرفين جنسيا، اللي هم بيتجه في إشباع الجنس ناحية الأطفال، بيبتدوا ينادوا إن هم عايزين ياخدوا مكانهم، ولذلك هم بيرموا الحكاية ديت علشان بعد شوية يبقى ده النورمال. مع الفكرة إن بعد شوية ده اللي بقى طبيعي، أنت لو اتكلمت تبقى إيه؟ تبقى مش طبيعي، تبقى أنت المتخلف اللي بتقول حاجات غريبة يعني. حتى الولاد دلوقتي بيرموا لهم من اول الجيمز بتاعتهم هم صغيرين مناظر صعبه قوي. ليه؟ عشان يجهزوا ذهنهم ان ده الطبيعي. انت لو ناديت بحاجه كده تبقى انت اللي معقد، انت اللي مش مظبوط، كان الشيطان عايز ينشر الكذب. مش قلت لكم في الرؤيا مش درسناها؟ الحمد لله انا بقى قعدت اقول بقى ايه الشعب الكنيسة عندنا اللي بيدرس الكتاب المقدس سفر الرؤيا هيفهم قوي قوي الموضوع ده. اللي مش فاهم بقى يقول لك ايه، هو انتوا كل حاجة بتاخدوها عليك، اقول له اجري اقعد على الجنب كده، انت مش فاهم حاجة في الدنيا خالص. ايش معنى يعني خدتوها عليك؟ مش معنى انت مش دريان، لو درس الكتاب المقدس هتبقى دريان وفاهم، لكن انه مش دارس قاعد يعمل نفسه فيلسوف. والفلاسفه بقى تكتر، واللي على الفيسبوك عايز يعمل نفسه بقى ايه مستنير ويعني عالم قوي يعني لا لا لا، انتوا شويه المعقدين دول ملزقين، فهمتوها عليكم، ما تخلي نفسك اوبن مايندد. جت خيبه، ده انت اول واحد لما تيجي القصه هتطير. عشان كده تلاحظوا الكنايس وقفت، ونشكر ربنا كنيستنا اول كنايس اللي طلعت الكنيسه بتاعتنا في فرنسا، اول كنيسه راحت مطلعه البيان، والاساقفه بتوع امريكا كلها الشماليه كلها وكندا راحوا مطلعين بيان كلهم 14 مطران واسقف طلعوا البيان بتاعنا، المجمع المقدس طلع البيان بتاعه. بس الغريبه بقى ان في كنايس ما طلعتش بيان. كنايس بيقول لك اصل احنا عشان نبارك واحنا يعني لغايه دلوقتي ما طلعش بيان منهم يدين الموضوع. عارف ليه؟
لانه لو دان الموضوع يبقى الكلام اللي بيقولوه في الاول مباركه وبتاع الكلام ده مش مظبوط، ما هو ازاي يقول الكلام وعكسه في نفس الوقت. فربنا سمح ان حاجه زي كده تحصل عشان يزيل الغمامه ويبين للناس الدنيا ماشيه ازاي حواليك. طيب في الفتره الاخيره دي بقى بتاعه الانتي كرايست دي، لما يطلع بقى الشيطان وينحل، الشيطان هيخرج عالما ان له زمانا يسيرا، خلاص بقى، فهيطلع بكل طاقته. هنتفرج على القصه دي ابتداء من الاسبوع الجاي. فربنا هيعمل ايه عشان يحافظ على التوازن؟ هيبعت قوه من السماء تسند الكنيسه على الارض، كانه بيبعت تعزيزات. عارفين الجيش لما يكون بيحارب ويحتاجوا يبعتوا تعزيزات. فهنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل، تعالوا نشوف. ثم اعطيت، ده الاصحاح بقى 11، ثم اعطيت، مين اللي اعطى؟ يوحنا. اعطيت قصبه شبه عصا، قصبه مش القصب اللي بتاكله، قصبه يعني عصايه اللي هي مدرجه عليها المقياس، يعني قصبه شبه عصا، شكلها زي العصايه يعني مترقمه، يعني زي متر كده. ووقف الملاك قائلا لي، الله، اشمعنا الملاك يقول لي يوحنا؟ تعالوا نشوف. قال له ايه؟ قم قس هيكل الله والمذبح والساجدين ايه فيه. هيقيس ثلاث حاجات، هيقيس ايه؟ الهيكل والمذبح والساجدين. الله، دي كنيسه اهي، كنيسه فيها مذبح فيها هيكل فيها ناس ساجدين. يبقى اي حد يجي يقول لك اصل الكنيسه ما فيهاش مذبح ما فيهاش ذبيحه، يبقى كنيسه ايه دي؟ الكنيسة معروف. قال له يا يوحنا قوم. وشمعنى يوحنا يقول له قيس؟ لأن يوحنا معاه سر الكهنوت ومعاه الحل والربط، فهيقول له قوم قيس. يعني إيه؟ يعني هيحدد بالظبط، هيحدد ثلاث حاجات، الهيكل وإيه؟ والمذبح وإيه كمان؟ والساجدين فيه. كأن ربنا بيقيس الهيكل. الهيكل هو مين؟ أنا وأنت. ما أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. فكأن ربنا هيقيس كل واحد، يعني مش هيخش السماء دي أي حد، هيتقاس أنت هيكل الله ولا لأ، وعملت إيه في الروح القدس الساكن فيك، وهيقيس المسبح اللي هو قلبك من جوه، وهيقيس السجود اللي هو عبادتك، هيقيس أصوامك وعبادتك، يبقى هيقيس إيمانك وعقيدتك وسلامتها، ويقيس حياتك وسلوكك الروحي. علشان كده التطرف الخاطئ، واحد يقول لك مش مهم الايمان، المهم انا ابقى كويس. لا، مهم الايمان ومهم ان انت تبقى كويس، مهم الاثنين. واحد تاني يقول مش مهم السلوك، المهم الايمان يبقى مظبوط. لا، يعني واحد يقول لك مش مهم اسلك ايه، المهم امن بايه. لا، المهم الاثنين، الايمان والسلوك. عشان كده ربنا هيقيس الايه؟ السجود. يعني ايه هيقيس السجود؟ يعني ربنا انا وانت في الكنيسة بيقيس سجودنا وانت بتصلي، بيقيسك بتسجد بخضاع ولا لا، بيقيسك بانسحاق وخشوع ولا لا، وبتحس باحساس ربنا ولا لا، بتتوب توبة نقية ولا لا، بتسجد بشكر وعرفان ولا لا. عشان كده ربنا قال للسامرية ايه؟ السجود للآب بالروح والحق، والآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له، لأن الله روح والذين يسجدون له فإيه؟ فبالروح والحق ينبغي أن. كمان الساجدين بتقيس تعبك وبذلك وخدمتك وأصوامك وصلواتك ووقوفك قدام ربنا وعشورك في الوقت اللي انت الشيطان بيحاربك من نقص المادة، لكن ثقتك في ربنا بتخليك تقدم، دي بيقيسها ربنا وليها عند ربنا مقدار كبير قوي. اللي بتسيب بيتك وراحتك عشان تيجي تخدم في بيت ربنا بيقيس ده وعارف ده كويس قوي. فعارفين، يقول بولس الرسول، عارف تعبكم ليس باطلا فين؟ في الرب. طيب يعني هيقيس ايه بقى؟ هيقيس الهيكل والمذبح والايه؟ والساجدين. طيب اما الدار التي خارج الهيكل، الهيكل بقى كان في الهيكل هناك، هيكل سليمان، والدار اللي بره قال له دي مالكش دعوه بيها، ما تقيسهاش، فاطرحها خارجا ولا تقيسها. ليه؟ لان دول ناس مش مؤمنين اصلا. فابونا يشد عليك في روحياتك، في اعترافك، في اصوامك، في تدريبك، لكن اللي بره مش هيشد عليه في كده لانه غير مؤمن اصلا، فهو مش محتاج. فالكتاب بيقول له ركز على اللي عندك في الكنيسة، ما تضيعش وقتك. طبعا في خدمة اسمها خدمة الكرازة، نجيب البعاد، بس قصدي ان اللي جوه
له مقياس روحي اعلى من اللي بره، وفي ناس بره ملهاش خالص، مش هيقيسها دي لانها اصلا غير ايه، غير موجود. ولا تقص لانها اعطيت لايه، للامم. يعني ايه؟ ربنا هيديها للامم. انهي امم؟ الامم بقى اللي هتجتمع ضد الله. يبقى كأن شعب الله ربنا بيقول له قيسوا، واللي بره ما تقيسهمش لان هي دفعت للامم. الامم هتتلم كلها وتحارب. ركز في اللي جوه. كأن ربنا بيقول الفترة الاخيرة بتاعت الانتي كرايست دي، ركز على الايمان في الكنيس. سيدوسون المدينة المقدسة. مين اللي هيدوسها؟ الامم اللي هتيجي دي هيدوسوا المدينة. معنى كده ان هيكون في حصار لأورشليم. يبقى هتلاقوها بظاهرة في الاخر، أورشليم هتكون مسرح الاحداث الاخيرة. سيدوسون المدينة المقدسة دي أورشليم، هيدوسوها قد ايه بقى؟ 42 شهر. يعني ايه 42 شهر؟ 42 شهر يعني 3 سنين ونص. 36 شهر، 3 سنين و6 شهور، يبقى 42، 3 ونص. هل هما 3 سنين ونص حرفية؟ ما نعرفش. هل هما 3 ونص الاباء قالوا حرفيا؟ هل هي الفترة هتقعد 3 سنين ونص؟ مش عارفين. هل الفترة دي قالوا الاباء مش هنركز قوي في قد ايه حرفيا، لكن هنفكر في 3 ونص دي ايه؟ قالوا دي نص السبعة. السبعة ده رمز الكمال، يبقى 3 ونص رمز الايه؟ النقص. فكأنها وقت صغير مش طويل، مش فترة كاملة كبيرة، لا دي فترة بسماح من ربنا. كأن ربنا لما بيسمح بيسمح بإيه؟ بالأزمة، بس وقت إيه؟ وقت طويل. في سفر دانيال 700 سنة قبل المسيح اتكلم، فاكرين، عن شخص هيمنع العبادة في الهيكل قبل المسيح ب 167 سنة، اللي هو فاكرينه اسمه أنتيخوس أبيفانس، هيمنع العبادة 3 سنين ونص. فاكرين لما اضطهد اليهود ومنع الذبيحة اليومية 3 سنين ونص، وإيه؟ وذبح الخنزير على مذبح اليهود عشان نجسه، فاكرينها لما درسناها. أنتيخوس أبيفانس ده كأن الكتاب بص قال لك ده نموذج للي هيحصل في الآخر، فأنت شايف الأحداث دي زيها هيكون في الآخر، بس الآخر هتبقى أقوى قوي لأنها فترة فك الشيطان. طيب لما الفترة دي هتبقى صعبة وربنا هيدي يدوسوا المدينة 3 سنين ونص، ويدوسوا الكنيسة، وفترة الدجال اللي هي اللي سميها كتاب فترة الضيقة الايه؟ العظيمة. يقول لك يظن فيها كل من يقتلكم انه يسب يقدم خدمة لله. سأعطي لشاهدي، هيبعت 2 شهود فيتنبأان. يعني ايه؟ تنبأان مش هيقولوا حاجات عن المستقبل، لا، يتنبأ يعني يعلم. جاية منها بولس الرسول لما قال أريد أن تتنبأوا. تتنبأوا يعني إيه؟ يعني يكلم الكنيسة عن الأبدية، عن الحياة اللي جاية، عن يسلك إزاي عشان الحياة الروحية. فيتنبؤون يعني هيثبتوا الكنيسة الشاهدية دول. مين الشاهدين؟ 2260 يوم. أما تيجي تحسب 1260، هسهلها لك، هل هي 3 سنين ونص؟ لا، هتلاقيها أقل من 3 سنين ونص ب 18 يوم. يبقى إيه؟ يبقى من الفترة اللي هيمسك فيها الأنتي كرايست وهتداس فيها المدينة دي فترة 3 سنين ونص. طب ربنا هيبعت إيه؟ الشاهدين، بس هيقعدوا قد إيه؟ 1260 يوم. يبقى في 18 يوم هيقعدوا من غير ما الشاهدين يكونوا معاهم. دي الفترة الأخيرة خالص بقى اللي هي إيه؟ هيجي المسيح فيها، نتفرج بقى عليها في قدام في السفر. فعايزكم تعرفوا إن الشاهدين هيقعدوا أقل من 3 سنين ونص بإيه؟ ب 18 يوم. سأعطي، ده مين اللي هيعطي؟ ربنا. لشاهدي فيتنبأان، يبقى دول 2 هيجوا. 1260 يوم، لابسين مسوحا. يعني هيجوا لابسين مسوح، يعني هتشوفوا شكلهم باين عليهم ان دول بتوع ربنا. هذان هم، دول مين بقى؟ الزيتونتان والمنارتان. اول لما قال زيتونتان ومنارتان رجعنا افتكرنا، فاكرين لما درست لكم زكريا
في زكريا قال إنه هو هيعطي الشاهدين اللي هيجوا قبل مجيء يوم الرب العظيم، وقال عليهم في زكريا 4 هذان هم الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرباب. طب مين هم دول؟ إيليا وأخنوخ. إشمعنا قالوا إيليا وأخنوخ؟ قالوا إيليا وأخنوخ لأن الاتنين الوحيدين اللي ما ماتوش، ولازم عشان ناخد الجسم النوراني لازم نموت نخلع الجسم ده، فهم دول هينزلوا بأجسادهم ويحضروا. تقول لي طب هم قاعدين السما ازاي بأجسادهم؟ اقول لك معرفش، انا ما طلعتش شفتهم عشان اقول لك، لكن اكيد ربنا يعني حاجات كتير احنا مش عارفينها. قاعد ازاي بقى؟ صعدهم ربنا. إيليا صعد بجسده واخنوخ لم يوجد لان الله اخذه. هينزلوا دول لابسين مسوحا، هيقعدوا 1260 يوم. هذان هم الزيتونتان. ليه بقى زيتونتان ومنارتان؟ طبعا هتقول لي عشان زكريا 4. حاجه تانية كمان، اشمعنى الزيتونه فيها ايه؟ فيها الزيت صح، والمناره فيها ايه؟ النور. الشعب محتاج في الوقت ده ايه؟ نور ينور عشان الضلمه، فربنا هيبعت لهم المنارتان اللي تنور، ومحتاج زيتونتان روح قدس. عارفين الزيتون ده اللي بيتعمل منه روح الزيت الميرون اللي بندهن بيه، والزيت الزيتون ده اللي بنعمل بيه السر ايه؟ مسحه المرضى. فاكرين لما بنعمل الصلاه اللي وفاكرين في ليله بغلامسيس بنحط الايه؟ الزيتون. عارفين الزيتون ليه؟ لانه واخد برضو حبات اتضربت. كنا زمان يودونا الدير مريمين واحنا عيال صغيرين، ابونا ياخدنا الصبح بقى في عز الشمس ويطلع انت عندك شويه النخل دول وانت عندك دول، نعمل ايه؟ نخل قصير كده، نقعد بقى نضرب النخل ونجيب مدينا ملايات، تضرب الشجره الصغيره مش نخله اسف شجره كده بتاعت الزيتون، نضرب فيها فالزيتون يقع نلمه في الملايه ونحطه في الشوال، ونعدي على الزيتونه الثانيه لغايه لما تيجي الغروب واحنا دماغنا اتنقحت في الشمس طول النهار، لا شايفين زيتون ولا شايفين بتاع من كتر التعب. فكنا الزيتون نخبط فيه ينزل يتجمع ونلمه، في زيتون اخضر وفي زيتون اسود. الزيتون ده بعد ما يتاخد فهو بيتضرب عشان يتجمع، كمان بيتعصر فينزل منه ايه؟ الزيت. ففيها فكرة الخبط والعصر. طب في ثلاث حاجات مين يقول لي بنستعملهم في الكنيسة فيهم فكرة العدد الكتير اللي يتجمع ويتخبط فيعمل حاجة لربنا؟ اول حاجة القمح، السنابل القمح مش كده؟ بتتعمل ايه؟ بتتضرب البتاع وتتجمع وتتفصل عن التبن وتتحط وبعدين تطحن نعمل ايه؟ قربان. هاني مبسوط بس انت مش حاسس بيها هاني، انك بتجيب دي جاهز على طول ما بتحسش بالموضوع. لكن لو نشغلكم بقى في القربان الفتره الجايه تنزلوا تروحوا تجمعوا القمح الاول وبعدين تعملوه هتحسوا بيه انه عدد كبير اتجمع وعمل ايه؟ دقيق بس بالطحن. ولما اتعمل دقيق اتحد مع بعض وجمع لنا قربانة واحدة. ففكرة العدد الكبير اللي يجمع، فكرة المؤمنين اللي يجمعوا جسد المسيح. حاجة تانية اللي فيها عدد كبير وبرضه وتجمع الكرم جريب العنب، العنقود العنب بيبقى فين؟ في الشجرة. بنشيله من الشجرة وبعدين نفكه وبعدين نعصره وبعدين نطلع العصير، يبقى ده الايه؟ الأبركة اللي بنصلي بيها. نفس طب الزيتون نفس الكلام. فكأنه ربنا عايز يعلمنا ان فكرة كلنا جسد المسيح، وعشان نكون حاجة واحدة لازم نخش الوجع والتجارب مع بعض فندوب مع بعض. تقول لي بقى فين الزيتونة دي وفين الزيتونة دي؟ معرفش. طب فين القمحية دي وفين القمحية دي؟ ما معرفش افرقهم. طب فين العنباية دي وفين العنباية دي؟ مفيش. طول ما انت بتقول انا واخويا غيري وانا بتاع انت لسه ما دخلتش في القصه. لكن كل ما تقول لا انا بل المسيح خلاص بقى انا وصلنا للمفهوم اللي عاملينه. فلابسين مسوحا، عشان كده في سؤال مهم قوي، السؤال اللي هيكون في المسابقه بيقول صف ما شكل وما عمل الايه
ايليا واخنوخ. هتقول شكلهم لابسين مسوح وهيجوا قد ايه، هتكتب كل واحده نقطه 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 نقطه، نقطة. هذان الزيتونتان والمنارتان قائمان امام ايه؟ رب الارض. هيعملوا ايه بقى؟ ان كان احد يريد ان يؤذيهما تخرج نار من فمهما تاكل اعدائهما. يعني ايه؟ اللي عايز يؤذيهم تطلع نار من فمه تاكلهم. تقول لي طيب هو يعني هم ماشيين يطلعوا نار، هم دراجون مثلا؟ لا، في معنى مقصود بيه. ايه هو؟ اللي يحب يؤذيهم ويموتهم كلمات الحق الخارجه من فمهم هتخرج كنار، هتاذيه. يعني ايه؟ هتبطل كلام. يعني كل لما يحاول الانتي كرايست يقول حاجه هيردوا عليه ويقولوا وهيحجموه ويسكتوه. وان كان احد يريد ان يؤذيهما فهكذا لابد انه يقتل. يعني يعني كلامهم هيكون عندهم قوه كبيره، هيقدروا يدافعوا على الكنيسه في الوقت، لان هيكون المؤمنين محتاجين حد يقف معاهم في الفتره دي. عشان كده فاكرين رب المجد قال ايه؟ قال الضيقه العظيمه، ولو لم يقصر الرب تلك الايام لم يخلص بشر، ولكن من أجل المختارين قصر الرب تلك الأيام. فربنا له كل المجد شرح لنا الفترة دي هتكون إيه. طيب نكمل. هذان مين بقى هم برضو؟ لهما سلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهم. يعني هيكون لهم قوة يقولوا للسماء أقفي فتقف. هو مين عمل كده؟ إلي عمل كده. ولهما سلطان عن المياه أن يحولها إلى دم. ده عمل كده موسى. عشان كده في بعض الناس قالوا إيليا وموسى، بس موسى مات. فالرأي اللي بيقول ان قالوا يعني لا، هم اللي نازل هو إيليا واخنوخ مش موسى، لان اخنوخ ممكن ربنا يديهم السلطان زي ما ادى السلطان لإيليا يديهم لموسى يديهم. وان يضرب الارض كل ضربة كلما اراد، يعني ربنا هيديهم قوة يهاجموا مملكة الانتي كرايست دي اللي محدش عارف يقف قدامها خالص. وعلى فكره هم اتنين هيقفوا ضد المملكه دي كلها، والمملكه دي هتتعب منهم قوي. عشان كده هنشوف ايه اللي هيحصل. نعم. شخصين. ما هو مملكه الانتي كرايست دي هتكون متركزه في حته معينه، فهم هيروحوا هناك ويقفوا ويحاربوا، وهتظهر مع الميديا بقى، هتقدر تشوف كل حاجه، تقدر تشوف كل اللي بيحصل ده. وهيكون ليهم قوة زي ما قالك ربنا مديهم مواصفات، لدرجة ان هتشوفوا دلوقتي لما هيموتوا مملكة الوحش هتنبسط قوي وهيبعتوا هدايا لبعض، لان دول كانوا واقفين ضدهم جامد قوي. طيب يقول ايه بقى؟ ومتى تمم شهادتهما، يعني هما هينزلوا في 1260 يوم، فالوحش الصاعد من الهاوية. مين الوحش اللي طالع من الهاوية؟ الشيطان. فاكرينه في اللي فات؟ مش قلنا فيه دخان طلع؟ الوحش بقى اللي طالع من الهوية ده الشيطان. خلي بالك لان من هنا ورايح هيبقى فيه ثلاثي برضو بيقلد الايه؟ الثالوث. هيكون فيه زي ما الاب والابن والروح القدس، هيكون الثلاثي التنين اللي هو الشيطان، والوحش الطالع من البحر، والوحش الطالع من الارض. الوحش الطالع من البحر هو الملك اللي هيملك الانتي كرايست، اللي هيملك ملك سياسي كبير. لكن ده هيكون في واحد زي يوحنا المعمدان بيمهد الطريق قدامه ويعمل له معجزات، ده الوحش الخارج من الارض، هنشوفهم الاسبوع الجاي. فهنشوف وحشين، واحد طالع من البحر وواحد طالع من الارض. ويقول لك ان التنين هيعطيهم قوته، يعني الشيطان هيديهم كل القوه بتاعته، فعشان كده هيعملوا قوه كبيره. فهنا بيقول فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا، بس ايه؟ ويغلبهما ويقتلهم. الله يا رب. طب يا يوحنا، طب ما انت قلت ان هم هينتصروا وهتخرج نار واللي يأذيهم وهيفحموا اللي قدامهم، ازاي عمال تقول هيغلبهم؟ يقول لك ما هي دي في 1260 يوم، انما في نهاية 1260 يوم لازم يموتوا، فربنا هيختارهم الموتة دي. هيسمح للوحش اللي هو الشيطان اللي يصنع حرب معاهم، هيغلبهم ويقتلهم. طيب ايه اللي يحصل لما هيتقتلوا ويموتوا؟ وتكون جثثهما على شارع المدينة العظيمة
في أورشليم، جثثهم هتبقى مرمية في الشارع، مش هيرضى انهم يدفنوا علشان يفرج العالم كله على انه ايه انتصر عليهم. على شارع المدينة العظمى التي تدعى روحيا، تدعى روحيا يعني ايه؟ يعني هي بالمعنى الروحي سدوم. الله، هي سدوم كان فيها ايه؟ الشذوذ اللي كنا لسه بتكلم عليه من شوية. بيقول ان المملكة دي، المدينة العظيمة دي هتدعى روحيا سدوم، يعني هتبقى روحيا زي سدوم وعمورة. ومصر حيث صلب ربنا ايضا. ايه ده؟ مصر حيث صلب ربنا، وربنا اتصلب في مصر؟ لا، هيقول لك ايه بقى، بص المعنى. شعب بني اسرائيل اتذل فين؟ في مصر. وفي العهد الجديد اكتر بلد قدمت شهداء مصر. فعايز يقول لك مصر حيث صلب ربنا ايضا. طب هو ربنا اتصلب في مصر؟ لا، ما هو كنيسته لما بتتألم هو كانه اتألم، فاهمها؟ ما هو عمال يكلمك روحيا، فروحيا سدوم، ومصر روحيا اللي هي جسد المسيح حيث تألم في الفترة الأخيرة ديت، هيكون في اضطهاد جامد على مصر. قالوا الآباء لأن هي هتقف وقفة كبيرة ضد الأنتي كرايست. وإلى الآن كنيسة مصر، مش عشان احنا كنيسة قبطية بنتكلم كده، أكتر كنيسة واقفة في العالم كله وتدافع عن الإيمان وبيهمهاش حاجة، هي وكنائس الأرثوذكس الأورينتال اللي معانا كلنا، كنيسة السوريان وكنيسة الأحباش وكنيسة كل دول اللي واقفين، المجموعة الأورينتال معانا دول واقفين وقفة صريحة ويقولوا اللي صح صح والغلط غلط، حتى لو اتحاسبنا مش مظبوطين، حتى لو قالوا علينا متخلفين، يقولوا اللي يقولوه. لازم يبقى في حد بيدافع عن الإيمان، لازم يبقى في صوت يا جماعة يقول. عارف ليه؟ لأن في كتير قوي قوي لو الصوت ده ما طلعش هم مش هيتكلموا. يعني لولا الحاجات دي كلها، لولا الناس قامت، ولما الناس قامت والبيانات طلعت، في ناس خرجت وعملت وقفوا يصلوا في الميادين ويقولوا احنا هنقدس البلد من اللي كان فيها، ويجتمعوا في فرنسا ويصلوا ويعلنوا ان المسيح هو ملك الملوك ورب الارباب، واللي بيحصل ده كله ده الشيطان هايج وعمال يعمل عمايله. يبقى اذا نتيجة لان واحد، ما هي زي الشعلة يا جماعة، واحد بيقوم يحرك التاني يحرك التالت، ما هي المظاهرات بتطلع ازاي كده. هكذا لو كل واحد فينا ما قامش بدوره مش هنتحرك، لازم يكون في واحد. واكتر واحد بيقوم بدوره هو اكتر واحد الشيطان يعمل ايه؟ يتعبه. فما تخافش، يعني لو قام عليك حرب من الشيطان اعرف انت ماشي صح. عشان كده دايما اقول للخدام بتاعتنا في الكنيسة، اول لما نخلص عمل كبير بنعمله ويتعمل روحيا وكويس، قالهم ربنا يستر. ليه؟ وراه الحرب هتقوم على طول. لا، وراه فعلا قامت حرب. بس على فكرة عايز اقول لكم سلاح، الصلاة والحب تكسر اي حرب. كنت بتفرج عليه في حاجات، بتفرج عليه كده بيتنطط، بس الاقي المحبة والتواضع تهزمه خالص. ابص الاقي بتاع قامت وتنهي تنهي على طول، بالمحبة تخلص كل حاجة، الاقي ولع ولع ولع, ولع كده، اقول يا رب استر. ابص الاقي بسرعة المحبة، واحتضننا بعض وحبينا بعض وخلاص الموضوع خلاص انتهى. حيثما توجد الذات يوجد الشيطان، وحيثما لا توجد المحبة يوجد الشيطان. عشان كده بيقال، قال أبو أنبا موسى أبويا ومعلمي الله يمسيه بالخير، قال كده، قال إيه؟ حيثما يوجد المسيح يوجد الحب، وحيثما يغيب المسيح تدب الكراهية ويأتي الدمار. مسيح موجود الدنيا سليمة وحلوة، حتى لو قامت عليك الدنيا ما تخافش. لما دول هيموتوا بقى، وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثثيهما ثلاثة أيام ونصف، ولا يدعون جثثيهما تضعان في قبور. هنا بقى لو كنت زمان لغاية 50 سنة كنت هقرأ دي أقول يا إيه الغريبة دي، الناس هتشوف إزاي. لا، وعمال يأكد يقول إيه، أناس من الشعوب والقبائل، القبائل اللي هو الناس يعني اللي لسه ما عندهمش مدنية جامد قوي، والألسنة اللغات كلها، والأمم اللي مش مسيحيين، كل دول هيشوفوا جثثهم
هيشوفوا جثثهم ازاي؟ هما هيجتمع العالم كله؟ لا، دلوقتي بقت ايه؟ بالانترنت تشوف، ودلوقتي تقدر تشوف الحدث ده، انت تقدر تشوف نقطة الدم وهي بتنزل من الراجل في نفس اللحظة اللي بتنزل فيها. كنت تعرفوا كده تعملوا كده زمان ولا كنا نعرف؟ دلوقتي بقت الميديا بقت لا، فعلا هيشوفوه، هيشوفوا جثثهم 3 أيام ونص. الوحش والانتي كرايست ده والشيطان هيقول لهم سيبوا جثثهم 3 أيام ونص، ما تدفنش لغاية لما تتحلل وتعفن عشان افش غل فيهم، اظهر ان احنا انتصرنا عليهم. يفضل اللي عذبونا دول، فايه اللي هيحصل بقى؟ بصوا النتيجة، ويشمت بهما، هيشمت الساكنون على الارض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض. ايه الفرح ده كله؟ لان هذين النبيين كان قد عذب الساكنين على الارض. يعني ايه؟ تفشوا فيهم، شمتوا فيهم بقى. اهو اقول اللي بيقولوا على فكرة، هو الحرب هتكون في ايه؟ الانتي كرايست اللي هيجي هيقول انا المسيح الحقيقي، واللي جه الاول ده مش هو المسيح، والكنيسة هتقف تقول اللي جه الاول ده هو المسيح المنتظر وانت كذاب، والشيطان هيخليه يعمل معجزات، فالناس هتتفرج ما بين الاتنين. الله، طب ما احنا شايفين معجزات اهو لدرجة كبيرة قوي. عشان كده رب المجد قال لك إن قال لكم أحد هوذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، أنا هجيلكم زي البرق. عشان كده ده ضد الفكرة بتاعت إن المسيح هيجي ويقعد 1000 سنة على الأرض والكلام ده، لأ، ده المسيح نفسه قال لك أنا مملكتي ليست من هذا العالم، أنا هاجي زي البرق على طول وينتهي العالم، لكن أنا مش هاجي أقعد على الأرض معاك، وهاجي أقعد أعمل إيه؟ هيشمتوا فيهم ويرسلوا هدايا بعضهم لبعض، يعني يفرحوا. امازون بقى هيشتغل بقى في الهدايا، تبعت على طول، وهيكون ساعتها بقى ايه بقى في حاجات غير امازون بقى، وطلعت حاجات تانية، عشان انا ما اقولش حد ابونا بيعمل دعايه لامازون ولا يتعمل لي بتاع ده ديسكريميشن ولا بتاع مشاكل دي، لا طبعا هتطلع شركات تانية كتير، ويمكن امازون ربنا يفتح فيها فتحه كبيره. المهم هيبعتوا هدايا. ده انت يمكن وانت بتفكر تبعت هديه تفكر بس بدماغك الهديه تروح، وهتبقى فلوس بقى، ابعت لك فلوس وابعت لك هدايا، ويفرحوا قوي مع بعض. ثم بعد 3 أيام ونص ايه اللي يحصل؟ دخل فيهما روح حياة. يبقى هما ماتوا فعلا؟ ايوة، دخل فيهما روح حياة جاية منين؟ من الله، فوقف على ارجلهما. يعني بعد لما الجسم هيبتدي يعفن هتدخل فيه حياة من عند الله، ويقفوا على رجليهم بعد ما يكونوا مرمين على الارض، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهم. يعني واقفين يتفرجوا عليهم يشوفوهم بقى، فجأة قاموا بقى. اللي بيبعت هدية في النص هيسحبها تاني بقى، هيتعمل له ريفاند، مش كده؟ تعمل له ريفاند، يقول له خلاص فيش هدية، هتروح بقى، انتهت الدنيا. خوف عظيم. ايه الخوف ده ليه؟ لان الفرحة بتاعت الشماتة فيهم هتروح، لان هم هيقوموا، ومش هيقوموا بس ويقفوا وسطيهم، وسمعوا صوتا عظيما، ده هيسمعوا صوت من السماء قائلا اصعدا الى ها هنا. يعني الله يناديهم من السماء يقول لهم موسى وإلي واخنوخ اطلعوا اصعدوا. يبقى هيموتوا ويقوموا ويصعدوا. الله، ده زي المسيح مش كده؟ يعني اصعدا الى ها هنا، فصعد الى السماء في السحابة ونظرهما أعداءهما. يعني الأعداء شافوهم بيقوموا من الأموات، وشافوهم وسمعوا صوت عظيم، يعني الصوت اتسمع للكل، اصعدا إلى هنا، وصعدوا وأعداءهم شافوهم وهم إيه؟ اصعدوا. ده منظر يخلي إيه؟ طب أنتوا فاكرين في اللحظة بقى اللي الكنيسة اللي هم متهللين وفرحانين، الكنيسة إيه؟ خايف. طب لما دول ماتوا ما اللي هيعملوا فينا ايه؟ طب لما دول ماتوا ليه ربنا سمح لهم يموتوا؟ ليه ربنا سمح بكده؟ يا رب ليه ما كانوا دول واقفين ضد الانتي كرايست ومملكته، ليه يا رب سمحت لهم يموتوا؟ احيانا بنعترض على حاجة وربنا مرتب حاجة اقوى، بس استنى 3 أيام ونص. الله، مش ده حصل مع المسيح؟
مش المريمات والتلاميذ كانوا قاعدين وتلميذي عم واسألوا ايه ده، كنا نطلب ان ده هو اللي كان هيبقى مزمع ان يخلص اسرائيل، ودي له دلوقتي 3 ايام والنسوة الصبح قالوا ده قام، وناس انيا قالوا دول بيهزوا، كأن الاحداث بتتحقق هي هي. على فكرة ربنا بيعيد كرات تانية عشان نتعلم، عشان تظهر لينا. طيب ايه اللي حصل؟ وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة. في الساعة بقى اللي هما بيصعدوا فيها وشافوهم، مش صعدوا كده وخلاص، لا ده ربنا وراهم بقى، حدثت زلزلة عظيمة، زلزال جامد قوي، فسقط عشر المدينة، عشر أورشليم سقط، وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7000، وصار الباقون في رعبة وأعطوا مجدا لإله السماء. يعني إيه؟ الظهر بقى 7000 دول كانوا واقفين شمتني، فحصل الزلزال راحوا إيه؟ واتقسمت المدينة، اتقسمت عشر المدينة. هنا جم مفسرين قالوا احتمال المدينة تكون هتتقسم بعد كده، فلسطين أورشليم تتقسم تاني لأقسام تانية. قالوا الزلزلة دي هي زلزلة حقيقية، هي زلزلة عظيمة لأن وراها في قتل، قتل أسماء من الناس، يعني أسماء معينين من الناس 7000، وقال عددهم، صار الباقون في رعبة، يعني دول خلوا الباقيين يترعبوا وأعطوا مجدا لإله السماء من اللي حصل ده. يبقى أكيد السبعة تلاف اللي اتقتلوا دول كانوا عاملين حاجة، لما الأرض بلعتهم الباقي أعطى مجدا لإيه؟ لإله السماء. الويل الثاني مضى وهوذا الويل الثالث يأتي سريعا. يبقى لسه الويل الثالث. إيه الويل الثالث بقى؟ ثم بوق الملاك السابع، ده آخر ملاك، البوق السابع، فحدثت أطوات عظيمة في السماء قائلا قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فيملك إلى أبد الآبدين. الله إيه اللي حصل بقى؟ الكاميرا اتنقلت، انتوا بقى قعدتوا تقولوا ايه ده الويل ده، هنخاف تاني، خلاص الخوف خلص لان دي انتهت خلاص. احنا بنتكلم في 18 يوم دول، هنشوفهم بالتفصيل، هيركز عليهم تاني في الاحداث الجاي. لكن حصل ايه؟ البوق السابع حدثت اصوات عظيمة في السماء. اصوات عظيمة ايه بقى؟ تسبيح وترانيم. قالوا ايه بقى؟ قد صارت ممالك العالم لمين؟ لربنا. طب هي ممالك العالم كانت لمين؟ الشيطان والانتي كرايست، خلاص ربنا استردها، ده بقى بعد ما جه على السحاب. يبقى في حته بقى ما قالهاش هنا، هيقولها بعدين حته تانية في وقت تاني، لكن هو اختصر لك الموضوع بسرعه هنا. قال لك البوق ده صارت ممالك العالم لربنا، كان ربنا استرد الايه؟ العالم من الشيطان، فصارت الممالك. مش كنا لسه بنرنم ونقول ايه؟ ملوك الايه؟ الارض يسجدون، مش كده؟ هيسجدوا كلهم، هيخضعوا للمسيح ومسيحه، للرب ومسيحه، يبقى الاب والابن، فسيملك الى ايه؟ يعني الملك ده هيقعد قد ايه بقى؟ لان الملك التاني كان في فترة ايه؟ صغيرة. وال24 شيخا، دول ال24 قسيس الجالسون امام الله على عرشهم، خروا على وجوههم وسجدوا لله كأن السماء مستنية. عارف لما تكون انت قاعد مشدود قوي قوي، هيكونوا قاعدين يشوفوا بقى الارض كده لما تخلص بقى ايه؟ طب سؤال، هم عارفين الاحداث دي ايه اللي هيحصل فيها؟ لا، هم هيشوفوها وقتها، بس هو بوحنا قال لك ايه اللي هيحصل، بس هم وقتها كان السماء وقتها تبقى مشدوده معانا قوي، لان شايفين الارض متالمه، فهم قاعدين يصلوا لنا. الله، يبقى في وصله ما بيننا وبينهم ولا لا؟ ايوه، بدليل هم عمالين يرتلوا، ده انتوا هتشوفوهم بعد كده. هيقول له انت عادل يا رب، ملاك المية هيقول له عادل يا رب، دول طوقوا ولادك المر. والملاك التاني هنشوفها بقى، يعني على فكرة هو هيقعد يعيد بقى المنظر ده في حتة تانية بالتفصيل بقى. سنة بيقول لك ان الكل سجدوا لله قائلين نشكرك ايها الرب الاله القادر على كل شيء. يعني انت يا رب اللي قادر على كل حاجة، مع الارض بيقول الشيطان هو اللي كان قادر، لا ده ربنا مديله بس شويه كده، الكائن والذي كان والذي
يأتي. على فكرة الكلمة دي هي كلمة يهوى. يهوى يعني اللي موجود ومحدش جابه واللي هيفضل موجود للغاية النهاية. عشان كده الاسم ده ما يتسماش بيه غير ربنا بس، اللي جاب نفسه محدش خلقه، هو موجود منذ الأزل وهيفضل إلى الأبد. العادل أن نشكرك لأنك أخذت قدرتك العظيمة وإيه وملكت. هنا بقى المسيح هيعمل إيه؟ هيقعد على العرش ويجيب ولاده بقى في حضنه، وهيكون العالم كله إيه؟ أنت. وغضبت الأمم. مين الأمم اللي غضبوا بعد هزيمة الشيطان وأوضاعه بقى؟ وزمان الأموات ليدانوا، يعني الأموات عملوا إيه؟ قاموا عشان إيه؟ يدانوا. أنت هنا عايش بإيه؟ بجسدك وروحك، صح؟ طيب جسدك وروحك دول لازم يتكافئوا مع بعض أو يتعاقبوا مع بعض. الجسد اللي صام وصلى وبذل مجهود ووقف وحضر وتعب وخدم لازم يكافئ مع الروح. طيب الجسد اللي زنى وقتل وسرق وعاش للذاته وشهواته لازم يتعاقب مع الروح. مصل الجسد والروح مع بعض، هما الاثنين شغالين، مش الروح بتحرك الجسد. فايه لما بنموت ايه اللي بيحصل؟ بيحصل بس انفصال ما بين الروح والجسد. الروح بتعمل ايه؟ تطلع فين؟ او لما بيموت الانسان الروح بتطلع مكان من اتنين، دي الويتنج اري، يطلع بارادايس السماء الثالثة، يا ينزل في الجحيم تحت الارض. السماء الثالثة والجحيم اللي عايش فيهم ايه؟ السؤال، جاوب اجابة، مختار ما بين ثلاثة، الذي يسكن في الفردوس والجحيم. هم الإجابة الأولى أجساد فقط، الإجابة الثانية أرواح فقط، الإجابة الثالثة أجساد وأرواح معا. هنختار أنهي إجابة؟ أرواح بس. وأين الجسد؟ في القبر مدفون، تحلل خلاص مش مشكلة، بس هيرجع تاني. لما يجي المسيح على السحاب كل روح هتخرج، اللي في الفردوس هيخرجوا واللي في الجحيم هيخرجوا، كل واحد هياخد ايه؟ جسده. تقول لي طب واللي اتفجر في طياره هياخد جسده؟ مش فاكرين الرؤيه بتاعت حسقيال العظام اللي اتجمعت من كل حته؟ طيب هي سهل، ربنا اللي خلق من العدم يقدر ايه؟ يجيب تاني. فالروح هتلاقي نادي الجسد بتاعها ترجع تاخده وتقوم، بس هيقوم جسم نوراني، يا ضلمه يا منور. منور دول اللي هيكافئ، والضلمة اللي هم هيعاقبوا. ويجلسوا أمام المسيح على عرش مجده وسيدان الجميع. تقول لي طب هو الواحد بيعرف انه هيخش السماء ولا هيخش العذاب ده من أول لما يموت ولا لما يجي المسيح على السحاب؟ من أول لما يموت هيعرف، الروح هتعرف رايحة فين، لكن المكان في الحتة اللي هي رايحة هيتحدد بعد مجيء المسيح. عشان كده الدينونة هتكون على المكان، يعني يا إما هياخد مرتبة عالية يا مرتبة أقل في السماء، يا إما في الجحيم بعيد عنكم بحيرة. بس خلاص بقى الفردوس مش هيبقى فردوس، الفردوس ده يسكنه أرواح بس، كل اللي في الفردوس لما هترجع بقى الأرواح تاخد الأجساد هيخشوا على الملكوت. الملكوت بقى في بيت أبي منازل كثيرة، مراتب كثيرة، وبولس يقول نجم يمتاز عن نجم في المجد. طب في الجحيم كل اللي في الجحيم ده أرواح بس، هيخشوا على إيه؟ على جهنم. جهنم دي بقى المكان اللي يسكنه أرواح وأجساد مع بعض. بس يقولك البحيرة المتقدة بنار وكبريت. دي إيه دي بقى بحيرة؟ يعني إيه بحيرة؟ كنا لسه بنتكلم الأسبوع اللي فات اللي راحوا معانا دونر ليك كده، كنا بنتكلم وإحنا قاعدين بنقول البحيرة زي البحيره اللي هناك كده، تلاقي الميه شويه للاول وبعدين تدخل العمق اكتر 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 اكتر، هكذا البحيره فيها درجات مختلفه. ورب المجد قال سيكون لسدوم في يوم الدين راحه اكتر، بينما سدوم دي هتكون في الجحيم راحه اكتر منا تلك المدينه. يعني واحد هيتالم باكتر من الم، ما كل ربنا عادل يا جماعه، يدي كل واحد على حسب اعماله. بس بعيد عنكم هي كلها، يعني اللي في الجحيم الجحيم دول ولا جهنم دول كلهم متألمين صراخ خلاص اقفل عليهم بقى خلص انت. هنا بيقول ايه؟ ليدانوا ولتعطي الأجرة. الأجرة بيفكرنا بمثل الايه؟
اصحاب الساعه 11 اللي كان بيديهم الاجره كان زمان ياخدوا العام الاول لما تيجي الساعه 11 الساعه 11 يعني الساعه 5 يبقوا فرحانين قوي لان هياخد ايه اجرته. حتى لغايه دلوقتي كده لو في بلادنا كنا نروح نشوف الفواعليه اللي قاعدين كده لما نروح كنا كنت بنزل استشاري كده يعني بشوف التنفيذ بتاع المقاولين عاملين ايه في الشغل بتاعهم واقيمه. فالمقاول كان يعدي ياخد عمال الصبح لما يكون عنده نقص في العمال فتلاقيهم قاعدين على ايه على الطريق كده كل واحد مع العده بتاعته مستنيين ايه حد يندهله فيفرحوا قوي قوي. فكنت اشوف فرحتين في عينيهم، الفرحه الاولى اول لما حد يقول له تعالى، والفرحه الثانيه لما يجي يقبض. اول لما يروح يشتغل يقول ايه لسه من الصبح هنخلص الساعه 5 تلاقيه بقى ايه يعني يوم طويل، لكن اول لما يجي يخرج خلص بقى تلاقيه بقى مبسوط قوي، اخر ساعه دي تلاقيه فرحان بقى هيقبض. عشان كده الله سيعطي الاجره، الاجره بقى لكل واحد حسب تعب. لعبيدك الانبياء القديسين والخائفين اسمك، لان اللي على الارض مش هيكونوا خايفين اسم ربنا، يكونوا بيجدفوا عليه. الصغار والكبار وليهلك الذين كانوا يهلكون الارض، اللي كانوا بيعذبوا كنيستك يا رب هم كمان يتعذبوا. وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق واصوات ورعود وزلزله وبرد عظيم. الله هو بعد الراحه دي هبقى في برد عظيم تاني؟ لا، ما هو ربنا عايز يقول ان احنا لسه في الرؤيه الثالثه، فهيظهر له حاجات عشان يدخله على رؤيه ايه؟ ها؟ الرابعه اللي اسمها المراه والتنين والايه؟ والايه؟ والوحشين، مش وحش واحد. طب المراه والتنين والوحشين هتاخد اصحاحات كام؟ 12 و13 و14. يبقى احنا هندرس 12 و13 و14. شوف بقى مع بعض المره الجايه المرأة والتنين والوحشين. كده خلصنا ايه الابواق السبعة، كده وصلنا لنص سفر الرؤية. النص التاني هنكمله مع بعض ان شاء الله. احنا عندنا الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم 6 اغسطس هيكون اخر يوم قبل نهضة العذراء، فهنتقابل. وبعدين في نهضة العذراء ان شاء الله يوم الثلاث مش هيكون في عظة زي ما احنا متعودين، هيكون في تسبحة وعشية ورفع بخور، وبعد كده نعمل اجتماع صلاة زي بتاعنا وننصرف، بس مش هيكون في درس كتابي يعني. فهنقعد اسبوعين وبعد كده ان شاء الله نرجع نكمل مع بعض الدراسة بتاعتنا. ربنا يديكوا بركة ونعمة. اتفضل يا قول سؤال. اتفضل حبيبي. لا هو بيتكلم اندرو بيسال بيقول ان في افلام دلوقتي بيقولوا الانتي كرايست جاي ومش عارف خرج من 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 جين مش عارف ايه من دم بتاع رهبه بتاعت ايه، كل الكلام ده كلام فاضي ما تسالوش فيه. الانتي كرايست يا هم بصوا يا جماعه، لان الكتاب المقدس صادق هتبتدي طالعه روايات من ناس من بره هيحاولوا يفسروا اللي بيحصل. زي مثلا لما شافوا بتاع كانوا عاملين حصان ابيض وراكب طلعوا قالوا ايه اصل ده الحصان البيل اللي موجود. الله طب ما هو كان ابيض يجيبوا بيل ايه؟ قالوا بيل ده الموجود، الموت والهويه تتبعه. لا ما احنا درسنا البتاع وعارفين ان هو مش مقصود بيه ده. فلما شفنا الكلام قلنا لا دي ناس عايزه بقى ايه، ما هو اللي مش دارس ياخد حاجه على حاجه. والفتره ديت هتبتدي التخاريف تزيد، لكن احنا الجايد لاين بتاعنا الكتاب المقدس. لما نلاقي حاجه ماشيه مع الكتاب المقدس هنحس ساعتها انها لا هي دي اللي مظبوطه، الباقي ده مش مظبوط. ما قالش الانتي كرايست ده هيجي من رهبه، لا ما قالش كده، ما قالش. ورهبه يعني ايه؟ ما لهاش المعنى. على فكره هم بيحاولوا دلوقتي الشيطان بيحاول يرمي حاجات عشان يخلي الناس تشك في كل حاجه في الكنيسه، تشك في الرهبنه وتشك في قيادات الكنيسه، لانه عايز يخلي الناس تبعد. ما هو طول ما انت جوه الكنيسه، طول ما انت تحت قيادات، انت في امان. هو عايز يبعدك عنهم عشان يعرف يلعب بيك بمزاجه.
واللي هيبعدك عن ايه؟ يبعدك عن ربنا اذا ما عرفش، يبعدك عن الكنيسه. وطالما بعدك عن الكنيسه ازاي؟ يا عم سيبك، ده انت شايف دول كلهم وحشين وكلهم بيعملوا حبلاوي، وانت روح اسمع كلامهم، ما تسمعش كلامهم وامشي على مزاجك. طب ما انت ما ده بدايه الهلاك. انت قلتش اعمالنا، يعني لو لقيت انا بعمل حاجه وحشه ما تقلدنيش. لكن وانا بتكلم في الكتاب المقدس، الله بيتكلم على لساني وهو اللي بيتكلم معاكم. وبعدين عندكم ان انتوا بتتابعوا بتراجعوا، سمعتوا راي تاني بيقول كده راي، يبقى هتيجي حد يقول لي لا احنا سمعنا الكلام ده يا ابونا مش مظبوط. لكن لما تلاقي الكلام اللي انا بقوله قبل ما اقوله انا مراجع على اقوال اباء قبلي، وانتوا كمان بتراجعوا على الكلام بتاعي، فتحسوا لا انه مظبوط، فتقولوا لا يبقى 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 فعلا ده تعليم الكنيسه المظبوط. لكن في كل واحد يعلم زي ما هو عايز، لا هتلاقوا الدنيا بقت لخبطت وما بقاش في اي ارشاد، وبقت الدنيا اي لخبطه خالص. تعرفين حتى يسموا زمان الكوزين، عارف او يعني دلوقتي يقول لك الاكله دي كوزين، يعني ايه؟ يعني هي الاكله الاصلي. يعني مثلا لما تلاقوا تاكلوا، لو اللي يروح فيكم مثلا المكسيك ولا حاجه، يجي ياكل تاكو ولا حاجه هناك ولا بوريتو، يلاقي حاجه مختلفه تماما عن اللي بناكله هنا. فلما يقول لهم لا ده مش بوريتو، يقولوا له انت اللي عندك مش بوريتو، اللي انت بتاكله ده هو ده هو ده اللي متامرك ده اللي. لكن ده الكوزين الاصلي بتاعنا اللي احنا اصل البلد بتاعتنا اللي عاملين. بيتزا مثلا لو رحت ايطاليا تلاقي البيتزا حاجه مختلفه خالص، مش كده يا مارينا؟ حاجه مختلفه خالص عن اللي بناكله هنا. انت بتاكل هنا بيتزا مثلا، تروح سويسرا تاخد شوكولاته تلاقي اللي انت بتاكله هنا عباره عن مالهاش دعوه بالشوكولاته ولا تمت ليها بصله. فالحاجه الكوزين بتاعت اصلها بتاعت مكانها لا تختلف تماما. لكن لما كل واحد قاد يضيف 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 يضيف، بعد شويه هتلاقي الدنيا باظت. طب مين هو الاصل؟ هتلاقي نفسك متلخبط. مش كده لازم الرجوع للاصل هو الاساس. اليوم اللي الكنيسه قالت فيه مالناش دعوه باللي فات، كل واحد يفسر الكتاب المقدس على مزاجه، دخلت اللخبطه ودخلت يعني ماجدولين بتقول ان في بعض الحاجات الاجانب احيانا جابوا حاجات وقالوا ان تيموسي اللي هو تيموسي اللي هو بيجيبوا اباء الرسل يعني، فماجدولين بتتفرج عليه قالت يعني كانت كويس ماشيين يعني مظبوط، فجاه جابوا تيموسي اللي هو تيموساوس. على فكره انا عملت صوره ليه اهو، شايفينه في الاخر صوره ده، هتلاقوه هو وبولس الرسول بس اللي قدام تيموساوس. ده تيموسي اهو، انا حطيته عشان حاطط الاباء الرسوليين الاوائل بتوع الكنيسه، يعني انا حاطط ترتيب معين في الايقونات هتشوفوه. يعني دول الاباء اول مجموعه، دول الاربعه الانجليين. بعد كده هيجي الاباء الرسوليين اللي هم جم بعديهم العصور اللي بعدهم، بعديها هيجي الشهداء، وبعديها هتيجي الرهبانه. هتلاقوها هي ماشيه بسيستم معين كده في الكنيسه، يعني انا حطيته في الديزاين بتاع الايقونات. فالقديس تيموساوس ماجدولين بتقول لما حطوا عليه تيموساوس تلميذ بطرس تلميذ بولس، طلعوه هو ماري جرجس وراكب على حصان لا ده كان ما كانش قائد ولا كان جندي ولا حاجه، لا. فاللي دارس بيقدر يعرف، لكن اللي مش دارس يقدر يجيبوا حاجات ويحطوا حاجات. اللي دارس بيقدر يقول لا لغايه هنا. عشان كده فعلا اللي بيدرس الكتاب المقدس يقدر يفهم كويس قوي، لكن اللي ما بيدرسه هو بينساق ورا اي حاجه وخلاص. طبعا طبعا، يعني نشكر ربنا بيدينا استناره ويفتح عينينا. ربنا يبارككم، نشوفكم الاسبوع الجاي، تفضلوا نصلي.